جملة واحدة، وبقيت اللي مكتوب على وش رموز وأشكال غريبة ورسومات غير مفهومة. الجملة دي كانت بتقول: تم قبول القربان الأول وفي انتظار المزيد. عارفين كان مين الشخص ده؟ أيوة، هو اللي في بالكم. ما عرفش ده حصل ازاي وامتى ومين اللي عمل كده. الكفن كله كان مكتوب عليه الرموز والحروف والرسومات دي. يا نهار اسود ونيل، مين اللي عمل العملة السودة دي؟ ده حسن ما كانش ليه اي اعداء. خرجت من القبر وانا خايف من كل حاجة حواليا، حتى لو كانت مش مصدر خوف. وانا ماشي من المقابر في عز الليل، سمعت اصوات ناس بتنادي عليا بصوت مفزع، وطول ما انا ماشي احس بخطوات ناس ماشية ورايا. اهلا بيكم، يا رب دايما تكونوا بخير. معكم احمد ربيع من قناة جمد قلبك. مركض الشر، قصة من تأليف العبد لله احمد ربيع، رؤية جديدة. بس قبل ما نبدأ ياريت متنساش اللايك والشير، لانهم بيفرقوا كتير في انتشار الفيديو. ولو اول مرة تشوف القناة اعمل سبسكرايب، كمان فعل الجرس علشان كل قصة تجيلك اشعارات بيها ومن غير ما تدور عليها. وبس كده، تعالوا بقى تشوف ايه الموضوع. جاهزين؟ يلا بينا. يمكن مش كل اللي بنشوفه قدامنا بس هو اللي موجود، ومش كل صدفة تحصل في حياتنا نقول العالم الآخر هو السبب. للأسف غالبا أي كارثة من النوع ده بالفعل بتبقى من الجن، ولكن بمساعدة البشر لمجرد مال ونفوذ وسلطة وسطوة بيقرر أحدهم أذية غيره دون رحمة، لأسباب أدنى بكتير جدا من أنه يتسبب في دمار حياة إنسان. مش فاهم صح؟ طيب خليك معايا، وأكيد كل الشفرات دي هتتفك عندك. قوم بس اعمل فنجان القهوة المتين بتاعك وركز معايا أوي، وياريت لو قلبك رهيف بلاش تسمع. الجن هم أقوام تستوطن باطن الأرض وتعيش وتتكاثر مثلنا تماما، ولكن خلينا نتطرق لإحدى القصص التي حدثت بالفعل مع أحد أقاربي. واسمحوا لي يعني اني هتكلم على لسانه وهحكي تجربته اللي اقل ما يقال عنها انها تستحق القراءة او الاستماع. انا اسمي فارس، طالب في ثانوية عامة من سكان الوادي الجديد. انا فرد من اسرة بسيطة جدا من الفئات المتوسطة، عايش مع بابا وماما واختي الوحيدة اميرة اللي اكبر مني بخمس سنوات. للعلم اختي مخطوبة وخطيبها سافر الخليج في فترة الخطوبة علشان يكون نفسه. بابا اتحال على المعاش من وظيفته في احد المصالح الحكومية بسبب تعبه الشديد، مما ادى الى تدهور حالتنا المادية جدا. وطبعا مفيش معاش دلوقتي بيكفي صاحبه مع غلاء المعيشة والاسعار اللي كل يوم في زيادة. وفي يوم كنا قاعدين انا وماما واختي نتكلم عن الحياة الصعبة وعن مرض والدي، واننا لازم نلاقي حلول علشان الحياة تستمر وبيتنا يفضل مفتوح. وبعد مشاورات كتير اجمعنا على قرار ان حد مننا يشتغل، انا او اختي، لغاية حالة بابا ما تستقر. وفي الوقت ده كانت بداية اجازة اخر العام. قلت لهم خلاص يا جماعة، انا ممكن استغل وقت الاجازة ده وادور على اي شغل يسدد احتياجات البيت وعلاج بابا. في الوقت ده تدخلت اختي وقالت لي: لا يا فارس، انت انتبه لدراستك وانا ممكن اشتغل بالمؤهل في اي مكتب او اي شركة، وانت مساعدتك ليا انك تنتبه لدراستك وبس، لان بابا مش هيخف ولا يقوم لما يعرف انك اهملت دراستك علشان اي سبب من الاسباب. قلت لها: طيب انا هساعد باي حاجة في وقت الاجازة بس. المهم وافقت اختي، وبالفعل قدمت اختي في مكتب توظيف واشتغلت، وما كانش باقي غير اني ابدأ رحلة البحث عن شغل. تاني يوم رحت لعصام صاحبي في الدراسة ووالده صاحب والدي وكلمته على شغل، وقال لي: والدي عايز حد يشتغل في مطعم كاشير. معلش يا صاحبي، هي الشغلانة على قد الحال، لكن ده بصفة مؤقتة، وانت عارف ان بابا بيحبك وبيعتبرك اخويا مش مجرد ابن صديقه. قلت له: يا عصام اي حاجة ما تفرقش. وقد كان استلمت الشغل
والحمد لله كنت مرتاح جدا بالشغلانة الجديدة، وحياتي بدأت تاخد نمط جديد كنت مفتقده في نفسي جدا، وهو الاعتماد على النفس. آسف اني طولت عليكم في تعريف نفسي ليكم، لكن كل تفصيلة قلتها في كلامي هتفيدكم اكيد بعد كده. حكايتي بدأت في يوم وكنت في شغلي، وكانت الساعة حوالي 5 المغرب. دخل شخص شكله غريب جدا المطعم. اوصف لكم شكله بالظبط، كان طويل نوعا ما، لابس عباية، عارفين العبايات يعني القصيرة بتاعت السودان دي بالظبط هي دي، ولابس عمامة كبيرة جدا ودقنه يمكن اطول من شعره، سودة تماما. ولكن لاحظت الاغرب من ده كله، في نص دقنه كان فيه 7 شعرات زي شعر الفرس. قدرت احدد عددهم ازاي؟ لانهم كانوا بحجم فعلا شعر الفرس الطبيعي، يختلفوا تماما عن بقية شعره دقنه، خلاف انهم كانوا اطول. عينيه كانت بارزة جدا لبره، ووشه شاحب جدا. والله انا خفت منه وطلب اوردر من زميلي علي، ودخل اكل وخرج طلب الشيك وحاسب. لكن وهو خارج بص لي بصة غريبة جدا، ما لقيت لهاش اي تفسير او حتى اي سبب. نظرة لمدة 3 دقايق، مجرد ما عيني جت في عينه حسيت وكأن روحي بتتسحب مني. بعدها سابني وخرج من باب المحل ومشي. لكن في اللحظة دي لقيت بينتابني شعور غريب ورغبة ملحة في اني اخرج وراه، معرفش ليه وايه السبب وايه سبب اهتمامي بيه اصلا، ولكن انا عايز اروح وراه وخلاص. وبالفعل خرجت وراه، ومجرد ما بصيت عليه وهو ماشي اختفى مرة واحدة وكأنه ما قابلنيش اصلا. في اللحظة دي لقيت المشهد كله بيتبدل، علشان الاقيني قاعد مع عصام صاحبي في بيته، ولسه بيكلمني عن طلب والده انه عايز حد يشتغل كشيف في مطعمه. طب ازاي؟ انا استلمت الشغل بالفعل واشتغلت لمدة 5 ايام. قلت له عصام انا ايه اللي جابني هنا؟ قال لي نعم يعني ايه؟ قلت له ايوه ايه اللي بيحصل؟ رد قال لي معرفش والله ايه اللي بيحصل وبيهزر. قلت له عصام من فضلك انا مش بهزر. قال لي انت اللي اكيد بتهزر، وهزار ماسخ كمان. بس اطلب عصبية ولسه هرد قاطعني، وقال لي انت بجد مدرك اسئلتك المريبة دي؟ ما ردتش وقمت علشان اخرج، لانه بدأ يبوخ في كلامه وانا مش حمل تهريج. انا واحد ضاع من عمري 5 ايام في اقل من 10 دقايق ومش فاهم ازاي. وانا قايم متوجه لباب اوضته علشان اخرج، بصيت على عمد على نتيجة متعلقة عنده في اوضته، هقول لكم ايه الغريب فيها بعد شوية. عصام لما لقاني بالفعل اتضايقت، وحس انه كان بايخ في الكلام، شاف اني بتكلم جد ومنهمك في تفكيري. قال لي يا عم خلاص، رايح فين؟ خلاص هقول لك اللي بيحصل، انك لسه جاي لي من دقايق وطلبت مني ان اساعدك في انك تلاقي شغل، وانا عرضت عليك الشغل وانت عملت الحركات الغريبة اللي عملتها من شوية دي ومش فاهم. بقول لك يا فارس، لو بتعمل كده علشان ترفض الشغل بذكاء منك، فانا بقولها لك ممكن تعتبرني ما عرضتش عليك الشغل عادي جدا. قلت له يا عصام والله انا وافقت على الشغل بعد ما قلت لي معلش يا فارس، هي شغلانة على قد الحال، لكن ده بصفة مؤقتة. انت عارف ان بابا بيحبك وبيعتبرك اخويا، مش مجرد ابن واحد صديق. وانا بالفعل وافقت واشتغلت حوالي 5 ايام. قطعني وقال لي ايوه بس ازاي؟ انت ازاي عرفت اني هقول لك كده؟ انا فعلا كنت هقول لك كده، وانت قطعتني بشويه الهبل اللي انت عملته ده. قلت له يا حبيبي انت فعلا قلت لي كده وانا وافقت. قطعني وقال لي وبعدين ايه استلمت الشغل واشتغلت 5 ايام دي؟ فهمها لي بقى، انا مش فاهمها. انت اساسا ما بقالكش 5 دقايق قاعد معايا. قلت له يا عصام صدقني انا ممكن اقول لك احداث ال5 ايام دول في الشغل وفي الشارع وفي البيت لو مش مصدقني. انا مش كذاب يا عصام. قال لي مش فكرة اني مش مصدقك، الفكرة هنا انك ما قمتش من مكانك ده من 10 دقايق. مش فاهم.
ما استنتش يكمل تعقيبه وبدأت احكي له اللي انا فاكره، وحكيت له لغاية ما الراجل الغريب ده جالي المطعم. ولكن في حاجة غريبة انا ما اخدتش بالي منها طول الخمس ايام دول. الحاجة دي اني ما شفتش حد من صحابي ولا معارفي ولا عصامي اللي المفروض اني اشوفه كل يوم بحكم انه ابن صاحب المطعم، وغير كده هو صاحبي، وما شفتش كمان اي حد من اهلي، وحسيت اني عايش في دنيا لوحدي، ما بقتش فاهم حاجة. بعدها سبته بعد ما رفضت الشغل، واعتذرت له لاني رفضت الشغل بدون سبب من وجهة نظره، ورجعت البيت. لقيت حسام خطيب اختي رجع من السفر يزورنا، تقريبا اختي بلغته بتعب والدي، رحبت بيه وسلمت عليه واستأذنت منه اني ادخل انام، وسبت ماما قاعدة مع اختي ومع حسام ودخلت نمت، لاني بصراحة كنت مجهد جدا ومش فاهم ليه، وكأني اشتغلت الخمس ايام بالفعل بدون توقف، ولا انا اشتغلتهم فعلا ولا ايه؟ بس ازاي وعصام بيقول لي اني حتى ما سبتهوش دقيقة؟ طب ازاي؟ والاغرب من كل ده اني لما رحت لعصام افتحه في موضوع الشغل اليوم ده، اترخلكم 29/6/2014، ولكن النتيجة اللي متعلقة في اوضة عصام كانت بتقول غير كده. اللي شفته ان عدى بالفعل خمس ايام من تاريخ اليوم المشؤوم المهبب ده. انا تعبان، دخلت نمت وكانت الساعة وقتها حوالي 9:15 مساء. نوم عميق، اول مرة انام بالعمق كده. للعلم انا نومي خفيف جدا، لدرجة لو حد عدى من قدام اوضتي بالليل وعمل اي صوت بعفوية ممكن اصحى. في الليلة دي حلمت بنفس السيناريو وبنفس التفاصيل، ولكن في الحلم الشخص اللي قابلته ده، واللي مش عارف قابلته في حلم ولا علم، في الاول ظهر لي بهيئته، ولكن لما خلص نظرته ليا والتفت علشان يمشي، وبعدها خرجت وراه ما كانش بيختفي زي اللي شفته اول مرة. ده كان بيتبدل، ايوه بيتبدل، علشان الاقيه حسام خطيب اختي ويرجع يتشكل تاني على هيئة شخص، على هيئة شخص تاني اعرفه كويس جدا، ابو عصام زميلي، لغاية ما ثبت شوية على الوضع ده ويقول كلام غير مفهوم، وكمان بيعمل اصوات فحيح تعبان مرعبة جدا، تعبان ضخم، واوقات تانية صوت قطة متوحشة. ولما ابدأ اقرأ قرآن، كل الاحداث اللي شفتها بعينيا واللي كنت متأكد من انها حقيقية اختفت، وحتى الشخص نفسه اختفى بدون اثر، لكن اختفى مش بالشكل المعتاد، بمعنى يعني فجأة او مرة واحدة، لا ده اختفى بطريقة تانية خالص. عارف لما تشغل فيلم على الكمبيوتر بتاعك وتعمله استرجاع سريع للمشاهد وهو شغال، فتلاقيه بيرجع بسرعة جدا لغاية نقطة البداية؟ ده حرفيا اللي حصل، شفت قدامي كل المشاهد بيتبدل وبيتشكل بسرعة جدا علشان اشوفه بيرجع لنقطة البداية ولقاء الاول بيه. ولكن الاغرب انه لما رجع للبداية في حاجة اختلفت، هي ايه؟ وهو خارج من المطعم ما بصليش ولا انتبه لي ولا عينه جت في عينيا، وكأن بيرتعش جدا وكأنه خايف مني. اول مرة اشوفه ضعيف كده من شدة تفكيري في اللي حصل ده واندهاشي. انا كنت لسه بقرأ قرآن لغاية قبل نقطة البداية بلحظات، ولما وصلت وشفته في نقطة البداية ولقيته خايف او حسيت انه خايف، انا بطلت قراءة. معرفش بقى مستغرب من الاختلاف اللي شفته، خصوصا اني شفت كل حاجة فلاش باك وكل المشاهد اللي جمعتني بيه بمنتهى الدقة الا المشهد الاخير اللي كان مختلف، ولا طمنت لانه خايف مني فبطلت قراءة قرآن؟ مش عارف الحقيقة. لما وقفت قراءة غمضت عيني علشان مش عايز اشوفه تاني باي شكل. في الكام ثانية اللي غمضت عيني فيهم حسيت بهدوء شديد جدا، هدوء مرعب، وبعدين سمعت صوت نفس، صوته عالي
نفس سخن ريحته كريهه. انا خايف افتح عيني لاني مش عارف لما افتح هلاقي ايه. اقول لكم ايه؟ خايف من صوت مثلا. في اللحظه دي جات لي فكره، وهي اني الف وشي علشان لو في حاجه قدامي ما اشوفهاش. فتحت عيني بحذر وانا مرعوب. الضلمه ظلام دامس مش شايف كف ايدي. لما فتحت عيني لقيت ايه؟ لقيته في وشي، وشه في وشي. شفته ازاي؟ ما تسالنيش، لاني انا نفسي ما اعرفش او اختصر لك اللي حصل في كلمتين. انا ان الدنيا كلها ضلمه فيما عدا هو، وكانه بينور مش شايف غيره في الاوضه. غبت عن الوعي ومش عارف امتى فقت. لقيتني في مكان غريب، مكان الحراره فيه حارقه، مفيش شباك ولا شايف باب، واقف على تراب ناعم جدا. وفي وسط التراب ده حسيت بحاجه بارزه تحت رجلي. حسست لما وطيت على الارض على البروز ده، ما قدرتش افهم هو ايه. من حسن حظي كان موبايلي معايا، طلعت ونورت الفلاش. جمجمه، ايوه جمجمه بشريه خارجه من الارض الترابيه دي، او جزء صغير خارج منها. ايقنت في اللحظه دي اني في قبر. ايوه معرفش ازاي وليه وامتى، لكن ده اللي حصل. واللي اتاكدت بعدها انه عمره ما يكون كابوس من بقيه الكوابيس اللي بشوفها. ما فكرتش كتير، مديت ايدي على الجمجمه دي او على الجزء اللي ظاهر منها، واول ما لمستها سمعت صرخه جايه من الجحيم، صرخه مفزعه كانها جايه من قاع الجحيم. حسيت بسخونه شديده وكاني مديت ايدي في فرن، ولكن ما اعرفش ايه اللي خلاني استحمل واكمل في اني اخرجها من الارض. لكن الغريب اني كل ما اشدها احس بمليون ايد بتشد الجمجمه مني، وكانهم رافضين خروجها من الارض او من حوزتهم. هما مين اللي انا خايف اخرج الجمجمه من حوزتهم؟ انا خايف، معرفش ايه اللي جابني هنا، وايدين مين دي، ويا ترى جمجمه مين دي. وفي ذاكرتي وتفكيري حصل شيء مش قادر انساه دلوقتي. المعروف ان القبر بيكون ظلام، ولما بيكون مقفول بالنهار ما بيفرقش عن الليل حاجه. اللي حصل كل شيء ظلام في القبر ما عدا الجدران. خليني اكون دقيق شويه، الكلام مكتوب على الجدران منور نور شديد، وكانه اتسخر من قوه ما ليا علشان اقراه. جمل متبعثره في كل مكان على الجدار ومنوره ومولعه من نار. لعنه، دم، جنون، دمار، جحيم، موت. في الجدار التاني مكتوب: أقسمت عليكم يا عمار هذا القبر أن تجعلوه خادما لسيدكم، مطيعا لأوامره، ملبيا لمطالبه. أقسمت عليكم بحق المرد المتمرد، بحق ملوك الأهل الأرض وخدامها، أن تجعلوا روحه مسخرة لخدمة سيدكم الأعظم النمرود بن جبل. وعلى جدار تالت مكتوب: حصيلة القرابين، ومفتوح قوسين وبينهم مكتوب اسم واحد، ايوه اسم حد اعرفه كويس جدا، حسام نجيب. عرفته مين؟ طبعا عرفته مين، ايوه هو خطيب اختي. ومكتوب فوق اسمه بخط صغير جدا: القربان الاول، وبعدين نقطتين ومكتوب: يتبقى 9 قرابين لعودة سيدنا لعهده وعرشه وفي مملكته ولعبيده وخدامه من أهل الأرض. في اللحظة دي وأنا منهمك في القراءة جات لي مسج من أختي أميرة بتقولي فيها: فارس أنت فين؟ أرجوك تعالى حالا، حسام خطيبي أهله قلبين عليه الدنيا ومش لاقينه، والمفروض يعني إنه في أجازة.
انتوا متخيلين اللي انا فيه؟ انا واحد نام حلم بكابوس، صحي لقى نفسه في قبر ومش فاهم ازاي. انا محدش قال لي اني بمشي وانا نايم قبل كده، وحتى لو ده حصل يوم ما همشي وانا نايم انزل القبر واقفل على نفس الباب؟ اكيد غريبة دي. لا وكمان مطلوب مني اني اخرج ادور على حسام خطيب اختي، وانا نفسي محتاج اللي يدور عليا ويخرجني من اللي انا فيه. للعلم انا لغاية ما شفت حسام لما رجع من السفر كانت علاقتي بيه كويسة جدا، وكنا بمثابة الاصحاب، اصحاب بجد. لكن من وقت ما شفت الراجل او العفريت اللي بشوفه في احلامي ده على هيئته، وانا بقيت بكره حسام ومش طايقه خالص ومش فاهم ده حصل ازاي. ما استنيتش اقرا بقيه الكلام اللي على الجدران في القبر وخرجت جري عند الباب، ومتخيل انه زي ما بيحصل في الافلام انه مش هيتفتح، لكن اتفتح بصراحه. نسيت اقول لكم اني وانا خارج جري ناحيه الباب اتكعبلت في كفن شكله جديد. ايوه جثه حد لسه ميت مش من وقت كبير ومتكفنه. لكن عرفت هو مين. عرفت ازاي؟ لانه وشه كان مكشوف. ايوه وشه ازرق ومكتوب على وشه جمله واحده، وبقيه اللي مكتوب على وشه رموز واشكال غريبه ورسومات غير مفهومه. الجملة دي كانت بتقول: تم قبول القربان الأول وفي انتظار المزيد. عارفين كان مين الشخص ده؟ أيوه هو اللي في بالكم. معرفش ده حصل ازاي وامتى ومين اللي عمل كده. الكفن كله كان مكتوب عليه الرموز والحروف والرسومات دي. يا نهار اسود ونيل، مين اللي عمل العملة السودة دي؟ ده حسام ما كانش ليه اي اعداء. خرجت من القبر وانا خايف من كل حاجه حواليا حتى لو كانت مش مصدر خوف. وانا ماشي من المقابر في عز الليل سمعت اصوات ناس بتنادي عليا بصوت مفزع، وطول ما انا ماشي احس بخطوات ناس ماشيه ورايا. ولما اتلفت ما لقيش حاجه. استعذت بالله من الشيطان الرجيم وكملت مشي، وهو على ضوء الموبايل بفضولي سلطته على الارض ورايا. شفت اثر رجلين كائن، لكن مستحيل انه يكون انسان لان تكوين رجليه غير تكوين رجلينا احنا كبشر. اترعبت من منظر الاثر ده. رجليه نفس تكوين شكل كف رجل القرد، بس هي اكبر واضخم بكتير جدا. لكن وانا ماشي لاحظت حاجه غريبه جدا. انا كل ده ماشي ودليل رؤيتي ضوء موبايلي اللي قرب يفصل شحن. الحاجه دي هي ان القمر ما شفتهوش من وقت خروجي من القبر. حتى لما وصلت المكان معزول من المقابر شويه وبصيت في السماء مش شايفه، لكن حاسس بضوء. وماشي بكلم نفسي، وانا ايه اللي بيحصل لي ده؟ حسام يا ترى مين اللي قتله؟ وقتله ليه؟ فجأة ومن العدم ظهر قدامي كيان ضخم طوله مش عادي، طوله تخطى طول سور المقابر. وفجأة بدأ يرد على أسئلتي بصوت بشع مرعب. أنت السبب في كل حاجة حصلت وشفتها بعينيك. أنتوا كده يا أولاد آدم دايما فاكرين إنكم أذكى؟ وأول ما توقف أول مشكلة تقابلكم تقولوا إننا السبب فيها، مع إني لو فكرت شوية هتلاقي إننا ملناش أي ذنب في أي خطأ بترتكبوه. يعني واحد زيك كده غبي عمل حاجة من غير ما يعرف مدى خطورتها عليه وعلى اللي حواليه. قلت له أنت مين؟ وأنا مفزوع من شكله وضخامته ومنظره المرعب. قال لي: أنا الوالد المتنمت المسخر لسيدي وسيدك النمور الجبلي. قلت له: طيب أنا مش فاهم أنا عملت إيه؟ رد وقال لي: ابحث بنفسك عن من يريد بك الشر.
سأعود معكم للانتقام منك وممن تسبب في دخولك عالم الأشراف أصحاب الأرض وأهلها. وبعدين اختفى وأنا جريت ومش لاقي المخرج بتاع المقابر. فجأة لقيتها، أيوة البوابة الخاصة بالمقابر، خرجت منها لقيتني قريب من طريق العربيات. وأول ما شفته أدركت إن دي مش مقابرنا. أيوة المقابر دي مش بتاعتنا، أنا عارف التراب عندنا كويس. أنا إيه اللي جابني هنا؟ ويا ترى أنا فين؟ وقفت تاكسي وحمدت ربنا إني لقيت تاكسي في وقت متأخر زي ده. ركبت وقال لي على فين يا أستاذ؟ وأنا سرحان ومش معاه، لكني سامع كلامه ودماغي عمالة تجيب وتودي في كل الأحداث اللي شفتها من وقت ما قررت النوم لغاية حالا. غمضت عيني ورحت في دنيا غير الدنيا. شفت قدامي المقابر من جديد، وعمال بجري من حوش لحوش ومن القبر لقبر، بحاول اهرب من اصوات مش رجلين ولا 10 ولا 20 ولا 100، والله مش ببالغ لما اقول لكم الاف الرجلين بتجري ورايا بمنتهى السرعه. اتلفت ورايا ومتيقن من اني مش هلاقي حاجه، لكن لقيت، ايوه، اعداد مرعبه من كائنات شكلهم اشبه بالقرود ولكنهم اقصر، شعرهم كثيف، عيونهم داميه، اصواتهم مفزعه، وهدفهم انهم يوصلوا لي. وانا بجري بكل ما اوتيت من قوه في وسط الضلمه بالليل في وسط المقابر، ظلام دامس مرعب ممزوج باصواتهم واصوات انفاسهم. شفتهم وقدرت احدد ملامحهم ازاي؟ ضوء القمر في الكابوس كان ظاهر ولكنه كان ضعيف جدا ومنعكس على كياناتهم، مخلي وشهم منتهى الفزع. فقت على ايد حد بيضربني على وشي بالقلم. فتحت عيني لقيتني ماسك في رقبة السواق وعمال بقول فوق وعمال يقول لي فوق، انت جاي تموت في العربية يا عم يا استاذ، فوق هي ناقصاكم، بطلوا اللي بتشربوه ده بقى. انا اسف يا اسطى. قال لي انا اللي غلطان اني وقفت لك في حتة مقطوعة زي دي علشان اوصلك، جزائي يكون ده. شكلك كده بتمشي وانت نايم. قطعته بسؤالي، هو احنا فين كده يا اسطى؟ لا حول ولا قوه الا بالله، انت مش عارف انت فين. قلت له اصلي كنت عند جماعه قرايبي وهم اللي جابوني ونسيت اسم المكان، فقلت اسالك علشان لو حبيت يعني اروح لهم تاني ابقى عارف انا رايح فين. قال لي احنا هنا في الواحات، وحضرتك ما قلتليش اوصلك على فين. شويه تقول اسكندريه وشويه تقول المنصوره، حضرتك عايز تروح فين يا فندم؟ قلت له الوادي الجديد. فضلنا ندردش سوا لغايه ما بالفعل وصلت، ولكن الليل كان زي ما هو وكان الوقت مش بيمشي. بحط ايدي في جيبي علشان اديله حسابه، لقيتني لابس بيجامه نوم، معنى كده اني ما كنتش بحلم. وطبعا ما لقيتش فلوس في جيبي، استأذنت واطلع اجيب له حسابه من فوق. فضلت اخبط على الباب، اختي فتحت لي وكانت لابسه اسود. دخلت اوضتي اجيب الفلوس ونزلت احاسب السواق، ما لقيتلوش اثر. طبعا ما استغربتش من حاجه زي دي لانها مش هتيجي جنب اللي بشوفه من وقت ما شفت الشخص الملعون ده في المطعم اي حاجه. طلعت الشقة وانا هلكان، وكنت سايب الباب مورب علشان ادخل وما اقلقش حد يفتح لي الباب. دخلت اوضتي واترميت زي الاموات. فتحت عيني لقيتني الساعة 8 الصبح. قمت دخلت الحمام وغيرت هدومي وخرجت وانا في دماغي مشوار واحد، عايز اروحه، لازم اروحه وبعد كده اموت مش مهم. معرفش حاجة بتلح عليا اني اروحه فين. قلت لازم اروح لنقطة البداية، ويا اما فهمت ايه الموضوع واسباب ظهور الكائن ده هو واتباعه في حياتي، يا اما اموت بقى وارتاح من اللي انا فيه. وصلت المطعم وبدأت باوصاف الشخص ده اسأل عن هويته،
ومين هو. ومن هنا بدأت رحلة بحثي اللي ما استغرقتش أكتر من ساعة زمن لغاية ما وصلت له. في الأول بدأت أسأل موظفين في المطعم، واللي وقفه واسأله يتهرب مني، واللي يشوفني من بعيد من قبل ما اسأله ولا يعرف اني حتى هستدعيه يبصلي وكأنه شايف إبليس قدامه، وبعدها يتلاشى فكرة انه حتى يحسس نفسه بوجودي ويتجاهلني، لغاية ما لقيت راجل كبير في السن لابس لبس عام النظافة والعمر باين عليه جدا، شعره كله أبيض. هو اللي بيوقفني، لقيته هو اللي وقفني وبيكلمني وبيبصلي بنظرات مريبة ويبص اكتر حواليه، ولسه هتكلم قطعني وقال لي تعال وهوي تعال معايا. رحت معاه بدون تفكير، لقيته دخل اوضه تقريبا كانت الاوضه الخاصه بعمال النظافه تقريبا بيغيروا هدومهم فيها. سالته حضرتك مين؟ قال لي انا عمك درويش عامل نظافه هنا في المحل. وقال لي تعال يا ابني اتفضل، وبدون مقدمات قال لي انت بتسال عنه ليه؟ انت واحنا في غنى يا ابني من اننا نعرف حتى مين هو، ليه بتدور وراه؟ قلت له هو مين يا حاج؟ مين اللي انا بدور عليه؟ وحضرتك عرفت منين اني جاي اسال على حد؟ قال لي الاهم يا ابني من كده، حتى لو كان سبب في انه اذاك باي شكل، نصيحة يا ابني اقفل الباب ده، لا احنا ولا انت قد اننا نقف قصاده، ده شخص اسوأ من الشيطان ذاته، انت لسه صغير، انسى الموضوع ده وابعد عنه وعيش حياتك، ولو فاكر نفسك انك هتقدر عليه تبقى واهم. قلت له حاضر يا حاج، مش هحاول اقف قصاده وهسمع كلام حضرتك. بيني وبينكم انا خفت من كلامه، خفت من كلامه عنه. وبعدين قلت له انا هعمل اللي قلت لي عليه، لكن ارجوك حاول انك تسمع كلامي، وبعدها انا المسؤول عن اللي جرالي. كل اللي عايزه اني اعرف مين ده وعايز مني ايه. وبدأت أحكي له من وقت ما شفته لغاية اللحظة اللي بكلمه فيها. وبعدين قال لي يا ابني كان نفسي أساعدك، لكن أنا نفسي في يوم من الأيام حاولت أعمل زيك كده لمجرد أنه بدون مبررات ظهر في حياتي وبدأ يأذيني ويخرب لي حياتي لمجرد فضولي. أيوه فضول شاب كله شغف وثقة في نفسه في انه هيكشف واحد دجال ومخاوي وكان راعي بلد بحالها. قلت له شاب كده انت تعرفه من زمان؟ طبعا ده واحد عاش حياته لأذية الناس اللي زي وزيك وكتير غيرنا والعياذ بالله. شوف يا ابني علشان ما اطولش عليك انا احكي لك حكايته، وانا متأكد انك مش هتحاول تحكيها لحد لمجرد اني ما تأذيش، واكيد انت شفت نبذة صغيرة من اللي ممكن يعمله. من حوالي 30 سنة يا ابني جالنا النموذج الجبل، والناس كلها كانت مستغربة جدا من اسمه، واولهم انا، ويمكن تعجبي من اسمه كان سبب من اسباب شكي فيه واني ادور وراه. وصل هنا البلد بسبب شخص كان طمعان يشتري المطعم ده بتراب الفلوس من صاحبه الحاج نجيب ابو عصام. ايوه ابو عصام صاحبك واللي صاحب المحل اللي انا شغال فيه دلوقتي، وهو كان رافض مبدا انه يبيعه تماما لاي حد مش بس للراجل ده. بالمناسبه كان اسمه الباشمهندس رفيق، وحاول بأكتر من طريقة انه يقنع الحاج نجيب انه يبيع له المطعم، وصاحب المطعم رافض، لغاية ما في مرة من المرات اللي كان بيجيله المطعم هنا ويقابله فيها قال له شوف يا حاج نجيب المطعم ده انا هاخده بالذوق وبالفلوس، هاخده بأي طريقة تانية انا هاخده. طبعا الحاج نجيب
قبل التحدي قدامه وقال له مش هبيعه، يعني مش هبيعه، واظن البيع مش بالعافيه يا باشمهندس. وبعدين وقف وقال له نورت وشرفت، وكان شبه طرده. خرج رفيق وهو في قمه غضبه، وهو خارج من الباب الحاج ندهله وقال له اسمع، لو جيت هنا مره تانيه انا مش عارف ممكن اعمل معاك ايه. رد رفيق عليه وقال له هتندم يا يا حاج. ومشي رفيق في الوقت ده، مشي يا ابني. في الوقت ده يا ابني كنت صغير وكنت لسه جديد هنا في الشغل. للعلم عمك نجيب اكبر مني سنا، ما يغركش شكل كبير، انا عمري 55 سنه، لكن اللي شفته يكبر اللي قدامي انه عاملني اني اكبر بكتير من كده بسبب شكل اللي اتغير من الفزع اللي شفته في عهد الراجل ده. المهم ما طولش عليك، بعد اللي حكيته لك ده بثلاث ايام دخل الراجل ده المطعم هنا، وكان شكله مفزع. ايوه، ضهره محني ودقنه طويله وفيها كام شعر اطول يا ابني من شعره دقنه العادي، اطول بكتير يعني، ولونهم كان مختلف عن لون دقنه. وشه شبه وشوش الاموات والعياذ بالله، منزوع منه الحياه، يعني مش شكل عينينا، عينيه مش شكل عينينا خالص يا ابني. عينيه كانت كلها سودة واوسع بشويه من عينينا، ملامحه كلها غضب وشر. وبدا يبص على جدران المكان وكانه بيكلم ناس على الحيطان وانا مش شايفهم. والغريب ان محدش من المكان ومن الناس اللي كانت شغاله معايا كان واخد باله من ده كله تقريبا غير انا. وبدا يتكلم كلام غريب مش مفهوم، واللي كان بيقوله مش تمتمه ولا مجرد كلام بصوت واطي، لا ده كان كلام بصوت عادي جدا مسموع زي اللي بكلمك بيه دلوقتي، وما فهمتش يقصد ايه باللي بيقوله ده. كل اللي فهمته جملة اجيبوا توكلوا ابدأوا اتوني مسرعين عليكم تلبية النداء. وبعدها خرج من مكان ما دخل. دخلت للحاج نجيب وعرفت اللي حصل، معلقش. وبعدين قال لي بحكم يعني اني من الناس المقربين لي، انا عايز اتنين حرس يقفوا على باب المحل ما يدخلوش حد خلاف الزباين، اي ضيف عايز يقابلني المقابلات في المكتب بتاعي اللي جنب المحل، لان الفتره اللي جايه هتكون في المكتب، واي شكاوى تجيلي على مكتبي هناك. قلت له حاضر يا حاج. وبالفعل تاني يوم كنت جايب له طلبه. وفي اليوم ده على حوالي الساعه 5 مساء روحت البيت يا ابني، ما لقيتش اي حد من اهل بيتي نهائي، ما لقيتش حد موجود خالص في البيت. قلت يمكن تكون مراتي راحت لاختها، اتصلت باختها من التليفون الارضي محدش رد. ايوه يا ابني، ما هو ساعتها ما كانش فيه موبايلات، محدش رد. قلت اكيد مش سامعين التليفون. ودخلت المطبخ حضرت حاجه اتغدى بيها وكلت وقعدت شويه قدام التلفزيون، وبعدها النوم كبس عليا ودخلت اوضتي علشان انام. لسه بنور نور الاوضه مش راضي ينور، لمحت حاجه قاعده في ركن من اركان الاوضه، جسم اسود قاعد في الارض ومديني ظهره. قلت مين انت مين؟ محدش رد. اتحركت وانا برتعش رايح ناحيته بحذر شديد، لسه احط ايدي على كتفه. في اللحظه دي كان واقف قدامي ووشه في وشي، ونور الاوضه اشتغل، وكل ده حصل في جزء من الثانية. ايوه، كان هو الشخص اللي شفته في المطعم، وشه مرعب، ملامحه مفزعة، اسنانه مدببة بنفس الاوصاف اللي وصفتها لك واللي انت وصفتها لي من شوية، ولكن المرة دي كل الفزع ده في وشي.
طبعا صرخت لكني صوتي ما خرجش. ايوه يعني ما هو ايوه يا ابني، ما هو مع تقدم العمر القلب بيضعف ولازم يخاف، مش بيقول لك يا مكبرنا يا مصغرنا؟ خفت منه. انا الشاب اللي كنت شجاع وكنت قوي زمان دلوقتي خلاص الحياة بدأت تاخد معايا شكل تاني خالص، ما بقتش شجاع زي الاول. خفت منه ما اكدبش عليك. وقال لي الويل لكم، كل الويل اللي عانيته الدائمة لكم وعليكم. وبعدين عينيه اتعدلت وبقت زي عينينا، وقال لي انت غبي، فاكر انك بالحرس اللي جبتهم دول هتمنعني من اني ادخل المحل؟ فاكر انك بكده بتحمي مني؟ اللي ما تعرفوش يا حاج ان المحل كله بقت بتحرسه عشيرة كاملة من الجن من خدامي، وقريب جدا محدش منكم هيفكر في حاجة غير انه يهرب من المكان ده. وانت انا ممكن اسامحك مع انك دورت ورايا كتير. تحب اقولك انت عملت ايه؟ تحب اقولك اتكلمت وبتتكلم مع مين عني؟ تحب تعرف اتكلمت وقلت ايه؟ ومع ذلك ممكن جدا اسامحك لكن بشروط. بصيت له لان صوتي متحاش بنظره فيما معناها مش قادر اتكلم. قال لي انت موافق على شروطي؟ في اللحظه دي لقيتني قادر اتكلم، لقيته بيقول لي اول شرط تسيب الشغل ده، الشرط التاني تقطع علاقتك بصاحب الشغل، الشرط التالت والاهم بقى محدش يعرف ايه الاسباب اللي سبت الشغل بيها او بسببها. ولو حاولت تتكلم انا غضبي محدش يتحمله. تحب مراتك ما تشوفهاش تاني؟ تحب بنتك تكون من اللي بيخدمونا؟ وبعدها قلت له وانا برتاش امرك يا سيدي امرك. هعمل ايه اللي تقولي عليه؟ هعمل كل اللي تقولي عليه. واختفى. وبالفعل يا ابني تاني يوم لقيت مراتي نايمه جنبي وبنتي في سريرها في نفس اوضتها. وفعلا لما قمت كنت عملت كل اللي امرني بيه بدون نقاش. بعدها باسبوع تقريبا التليفون رن، رفعت سمعته وكانوا المطعم بيكلموني. ايوه ده صوت المدير. سبت السماعه مرفوعه وقلت لمراتي قولي لهم اني تعبان واخد اجازه. ردت قالت اللي قلته لها. وبعدين سمعتها بتقول لي اللي بتكلمه ايه. طيب حاضر هبلغه حالا هبلغه. وقفلت الخط. قلت لها في ايه يا وليه؟ واحد في المطعم لقوه مقتول وعايزينك هناك حالا علشان التحقيق. لبست هدومي يا ابني وقلت لها وانا بكمل لبس ما قالوش مين اللي اتقتل؟ هم نفسهم ما يعرفوش هو مين. قلت لها ازاي يعني؟ ازاي مش عارفين؟ قلت لهم لقوا وشه ما فيهوش ملامح، ملامحهم مشوهة تماما. سبتها وجريت على المطعم وفضولها هيقتلني، عايز اعرف مين اللي مات. قلت يحصل اللي يحصل. وبعدين فكرت وقلت طيب ما هو قال لي ما تروحش تاني ولو رحت هأذيك. قعدت على القهوة قريبة نوعا ما من المطعم أتفقد الأحداث يعني. متأخذنيش يا ابني أنا كده يعني متعلم، علامة على قدي، بتكلم على قدي وبنطق على قدي.
قعدت على قهوة يا ابني قريبة نوعا ما من المطعم، يعني اتفقد الاحداث من بعيد يمكن افهم حاجة، لغاية ما لقيت واحد من اللي شغالين معايا هناك في النظافة وسألته: ياد يا سيد، هو مين ياد اللي مات؟ ابدا مفيش يا عم دويش. قلت له نعم؟ قال لي ايوه مفيش حاجة. قلت له اللي بلغني، قال لي مفيش حاجة خالص من الكلام ده. ومن هنا فهمت انه بيحاول يوقعني علشان اروح وينتقم مني. وجات البيت وانا هتجنن، ازاي اللي بيحصل ده؟ واول ما وصلت التليفون رن تاني، والمرة دي كان الباشمهندس رفيق. الو، ازيك يا دويش؟ يا طارق لسه الحاج راكب دماغه ومش عايز يبيع. قلت له ارجوك انا ماليش دخل بالموضوع ده نهائي. ما انا بكلمك علشان الموضوع ما يتطورش عن قرصه الودن اللي عملتها له. شوف، لو اقنعته انه يبيع المحل ليك عندي مكافاه محترمه، ومش بس كده، هترجع المطعم وهتكون مدير، ومرتبك هيعلى عن مرتب المدير نفسه. هم 24 ساعه. ويا اما اقنعته انه يبيع يقول على نفسه يا رحمن يا رحيم. قلت له طيب الراجل اللي انت جايبه ينتقم لك من الحاج قال لي اني لازم اقطع علاقتي بيه، ولو ما نفذتش كلامه هيأذيني. الكلام ده انا اللي طلبت منه، لكن بصراحة انا غيرت الخطة من وقت ما عرفت انك مقرب بالنسبة للحاج، يعني تقدر تفيدني. وانا وعدتك، مش هو ابوك الروح وصديقك الصدوق زي ما انت بتقول زمايلك في الشغل؟ سلام يا حضرة مدير المطعم. العرض يا ابني في الاول كان مغري بالنسبة لي، لكن ازاي اعمل كده في عشرة عمري؟ قفلت معاه وخرجت رحت للحاج علشان اقنعه بالبيع. لقيته بيقول لي خلاص يا دابويش، رفيق شوكته اتكسرت. قلت له يعني ايه؟ قال لي الراجل اللي حكيت لي عنه اللي رفيق جايبه ينتقم مني. ماله يا حاج؟ ماله؟ قال لي خلاص مات. قلت له نعم. قال لي ايوه، وانت ليك الفضل بعد ربنا في موته وخلصنا منه. قلت له انا طبعا. لما مشيت من هنا يوم جبت لي الحرس، دخل شخص شكله غريب جدا، وواحد من الموظفين شافه وجي قال لي. نزلت اشوف في ايه، لقيت واحد من الحرس واقف قصاده ومنع من الدخول، حاول يدخل معرفش. لقيت الحارس ده طلع حاجة من جيبه، اعتقد كانت سكينة، وجلسها في قلبه، وقع ومحطش منطق تاني. ولما سألت الحارس ده عملت كده ليه، انت هنا واقف تمنع دخول الناس المشبوهة وبس، ما وصلتش للقتل، انا ما قلت لكش اقتل. ولقيته بدأ يحكي لي عناوين من سوابق الراجل ده معاه هو واهله، وكانت عبارة عن مأساة عاشها هو واسرته بسبب الراجل ده. وفي وسط الكلام جاب لي سيرة رفيق، فعرفت ان هو ده اللي جايبه لي رفيق، وان دي مش اول عملية نصب يعملها رفيق بمساعدة الدجال ده. ومات الدجال وما حصلش حاجة تاني. بفكركم انا فارس، رديت على عم دبويش اللي حكالي قصة اغرب من الخيال، وقلت له طيب انا ايه دخلي في كل ده؟ قال لي بص، اللي انت فيه ده بسبب انك صاحب ابن الراجل صاحب المحل هنا، والراجل ده اللي هو الحاج نجيب ده بقى بالنسبه لهم ملعون حتى بعد موت اصل الشر الدجال النمرود ابن جبل، لان هو كان ساحر قوي وليه اعوان وخدام من الجن عايشين بينفذوا العهد اللي اخذوا عليهم، لانه يا ابني والعياذ بالله كان عبد ليهم، علشان حتى بعد ما ماتوا يتمموا العهد اللي عملوه معاهم. طيب وانا اعمل ايه دلوقتي؟ ايه الحل؟ قال لي الحل مش هيبسطك. ليه يا عم دبويش؟ اصلك مش هتقدر في وقت صاحبك. يعني ايه؟ يعني تنسى انه ظهر في حياتك، تقطع علاقتك بيه نهائيا،
وكمان ما تفكرش في اي ذكرى كانت بتجمع بينك وبينه مهما كانت جميلة، لانك حتى لو قطعت العلاقة بدون قطع التفكير ده في حد ذاته ممكن يرجع لك اللعنة تاني. وكمان تسيب المنطقة دي خالص وتسكن بعيد عن هنا نهائي. يعني ايه؟ يعني تاخد اهلك من سكات وتمشي من هنا. وبالفعل لما نزلنا واخدت ماما واخدت بابا ومشينا من البلد بحجة اني عايز اشتغل في مصر. يعني شغلانة كويسة جات لي بمرتب كويس جدا هيغنينا من معاناة المعيشة، ووافقوا وسافرنا على مصر. يا رب القصة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم اكيد هعمل لها جزء تاني. يا ريت لو القصة عجبتك تضغط لايك، ولو مش مشترك في القناة انزل حالا تشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. كان معكم احمد ربيع من قناة جنبة قلبك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.